شاركت الصين في مؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقه في اسيا سي اي سي اي سي اي منذ انشائه، كيفيه عمل الصين كاكبر اقتصاد في اسيا على تحقيق الاهداف التي حددت منذ بدايه تاسيس المؤتمر في هذا التقرير المفصل. عقد اول اجتماع وزاري لمؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقه في اسيا عام 1999 بمدينة المات في كازاخستان ووقع الوزراء أسماءهم على إعلان المبادئ التوجيهية للعلاقات بين الدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ويعد الإعلان واحدا من الوثائق التأسيسية لسيكا هذا وقد لعبت الصين دورها بنشاط في سيكا كما تم إدخال مفهوم الأمن في آسيا بالصين إذ أصبح واحدا من موضوعات المؤتمر الرئيسية الجدير بالذكر ان ثاني اجتماع وزراء خارجيه سيكا كان في عام 2004 حيث نادت الصين خلال الاجتماع باربع نقاط. اولا وضع كل الخلافات جانبا والسعي الى تحقيق المصالح المشتركه. ثانيا انشاء مفهوم الامن الجديد القائم على الثقه والمنفعه المتبادله وتسويه النزاعات عن طريق الحوار والتفاوض. ثالثا التمسك بتعدديه الاطراف وتعزيز التعاون الاقليمي وشبه الاقليمي. رابعا تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال فتح الاسواق وتعزيز التكامل الاقتصادي الاقليمي. وجاء الاجتماع الثالث بعد اربع سنوات في عام 2008 حيث انضم كل من الاردن والامارات الى سيكا. وخلال هذه الدورة من الاجتماع أيدت الصين التقدم على التفاعل وبناء الثقة في آسيا، وتعهدت بلعب دور أكثر نشاطا في تعزيز التفاهم والثقة بين الدول الأعضاء. عقد اجتماع وزراء الخارجية الرابع في عام 2012 بأستانا عاصمة كازاخستان، وأعلنت جميع الدول الأعضاء دعمها للصين في تولي رئاسة سيكا بين عام 2014 و2016. وأشادت الصين بالإنجازات التي حققتها سيكا إذ قالت إنها لعبت دورا فريدا في الحفاظ علي السلام والاستقرار في المنطقة ودعت إلى تعزيز المزيد من التعاون في قضايا الأمن والتنمية